حاليا معنا الجزء الرابع وما قبل الاخير من الكوميكس بوك نزلت معنا، وظهر فيها جلاكاتوس واخيرا اللي هو رح يلتهم عالم فورتنايت اللي هو شرير معنا حاليا بهذا السيزون او بهذا الشابتر اللي حيكمل معنا مثله مثل فيزيتور. وبعد منها بدي احكي لكم عن شويه شغلات اللي هي خاصه بكود مارفل اللي نزل معنا بموقع ايبك جيمز، وشويه اضافات اللي هي رح تكون معنا بالنسبه للسيزون الجديد. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. قبل ما بلش الفيديو تبعي بتمنى لو انت اول مره عند تشاهد فيديو على القناه بتعرف رايك سبسكرايب القصص الحلوه كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 لو حابب تستخدمه طبعا تستخدمه يا ريت وتقول رايك تحت بالتعليقات بيهمني جدا. خلينا مع بعض نحكي شويه شغلات بالنسبه للسيزون الجديد. بالنسبه للسيزون الجديد يا شباب، لما انت تفوت على موقع ايبك جيمز ومدري شو تعمل هيك حركه مدري شو هي انك انت تحط اف 12، انا هي ما حقدر اشرحها لانه بده شرح كتير، ولكن الشيء المهم انه صار في اكواد جديده بموقع ايبك جيمز لمارفل مثل مزاره ممكن هي هي. بتشوف انه مكتوب تحت بالاكواد او بالارقام او هيك بنجوم، يعني المهم انه اكواد بعالم مارفل مكتوب مارفل بالاحمر، وبعد منه فوق مكتوب جمل، بعد منه مباشره مكتوب جمل تقريبا ما يقارب 8 او 9 جمل، 8 جمل تقريبا. هذول الجمل يا شباب للشخصيات اللي قادمه معنا بالسيزون الجديد، ولكن اللي احنا ما عرفنا منها غير 3 شخصيات. حاولت انا كمان ادور على بعض الشخصيات اللي هن بيقولوا هيك شغلات او بيعتمدوا هيك شغلات، انا حشرح لك اياها هلا شوي ثانيه. ما كنت اعرف ابدا اي شخصيه من الشخصيات، ما في غير اول 3 شخصيات اللي عرفناهم. لما انت تشوف هدول العبارات كلياتهم مكتوب alone won't save us، يعني كلياتهم هيك مكتوب بعد منه، واول شيء مكتوب كلمه صغيره، هاي معناتها انه لا يكفي. هاي الجمله معناتها اللي قلتها انا اللي هي alone won't save us معناتها انه هي انه ما بكفي، يعني هذا الشيء ما بكفي. اول شيء مكتوب اللي هي العداله، هاي العداله الخاصه بجمله ثور، هاي جمله ثور معناتها هذا الشيء بيدل على انه ثور قادم معنا بشكل اساسي. هلا احنا بنعرف ان ثور من زمان قادم معنا بالنسبه للعبه فورتنايت لهذا السيزون. بعد منه مكتوب التكنولوجيا اللي هي التقنيه، معناتها هي لايرون مان، هي كلمه ايرون مان ومعتقدات ايرون مان، هي كلياتها بحطوها انه مثل معتقدات الشخص اللي هي بتقلك انه هذا الشيء ما بيكفي لوحده، التكنولوجيا ما بتكفي لوحده، العدل ما يعني لازم يكونوا فريق كامل. ولا انا رح لكم شو معنات الفريق الكامل او شو معنات يلي شو رح نربط الاحداث مع بعض. والجملة الثالثة اللي هي مكتوب ريج اللي هي الغضب، الغضب لا يكفي لوحده، هي تبع هالك، هي كلمة هالك معروفة، ولكن بعد منها الجمل الثاني اللي هن الخمس جمل او ست جمل بقايا، في بعض منهم مو ظاهر يمكن امامكم، هدول لحد هلا ما كنا نعرف لمين، وانا حاولت ادور عليهم ما كنت اعرف مين، ولكن الشيء الوحيد اللي انا حكيت لكم اياه بهذا الفيديو انه هالك وايرون مان وثور قادمين معنا بشكل اساسي. بعد منا لما انت تشوف صور الخاصة بالنيوز او الاخبار بتلاقي صورة كل يوم تنزل صورة جديدة وبينزل كوميكس بوك. اليوم نزل معنا الجزء الرابع او مبارح عفوا نزل معنا الجزء الرابع، وانا كل يوم عم نزل بعد بيوم، يعني بتنزل كوميكس بوك بنزل بعد بيوم، ولكن اليوم رح ننزل فيديو هين، الفيديو اللي اول رح يكون عن الجزء الرابع للكوميكس بوك، والفيديو الثاني رح يكون عن الجزء الخامس لانه لسه في جزء خامس ما نزل رح ينزل بعد هذا الفيديو مباشرة. بتعرفوا فورتنايت بتمص لنا روحنا لحتى تبعت لنا الشغلات كل يومين ثلاثة، كل يوم كل 15 ساعة بتنزل تلميح جديد، وهذا الشيء اللي هو بغلبني فعلا بالفيديو هذا. ولكن انا ان شاء الله بالليل رح اعمل فيديو ثاني عن كوميكس بوك الجزء الخامس. كلياتنا بنعرف الكوميكس بوك لما تنزل بينزل معها صورة جديدة، الصورة الجديدة اللي نزلت معنا امبارح اللي هي حرف اليو، حرف اليو يا شباب هلا انا رح اجمع لكم الكلمة كلياتها. كل يوم عم ينزل صورة جديدة NAXU شو معناتها، وفي بعد منها واحدة مسربة معنا اللي هي الاس رح تكون كلمة نكسس، هي كلمة نكسس معناتها الترابط، يعني رح تكون في ترابط، معناتها هذا الشيء معناتها ترابط بالشخصيات، رح يكون في ترابط بالشخصيات او معناها ترابط بالعوالم، رح يكون في شيء اسمه ترابط اللي هو باسم نكسس، هذا هو اللي رح يكون معنا حاليا. رح يكون في ترابط يا اما بالشخصيات، يعني رح تنزل معنا شخصيات مارفل كلياتها اللي هي تبع الابطال الخارقين مثل سيف مثل ايرون مان هالك ثور، هدول الشخصيات كلياتها بشكل كامل. بعد منها هلا خليني احكي لكم عن الكوميكس بوك الجزء الرابع، الكوميكس بوك الجزء الرابع هلا رح احط لكم اياه تقروا انتم تشوفوا، وبعد منها نشوف شو صار فيه او شو صار بعض الاضافات فيه. And I can
نسيت العتاب But I can also see the bones you kept I don't know what else there is to say طبعا مثل ما شفتوا الكوميكس بوك الجزء الرابع طلع فيها غلاكتوس واخيرا ظهر معنا. اول شيء بيظهر معنا اللي هو ثور عم يقاتل شخصيات فورتنايت ومدري ليش هيك عم يدعوسهم رغم انه هو فاقد الذاكرة وعم يحاول يتذكر الذاكرة لانه الطاقة فيها شيء غامض الجزيرة طاقة غامضة هيك مكتوب انا ما عرفت اقولها الجزيرة فيها طاقة غامضة يعني الجزيرة لحد هلأ فيها شيء غامض بالنسبة للطاقة اللي هو بذكرنا بالكيوبز طبعا كلاتنا نتذكر الكيوبز اللي هو المكعب اللي كان فيه طاقة خارقة اللي هو عمل كل هذا الشيء معنا بجزيرة فورتنايت يعني لحد هلأ ثور مو متذكر اي شيء بعد منه صار يتقاتل وبعد منه صار يحاول يتذكر انه شو صار معهم بعد منه سمع صوت غريب او مكان غريب في مخاوف كبيرة بالمكان وصار ثور حاول يتذكر قد ما يقدر بعد منه تذكر انه هو هون مشان اودين مين اودين؟ الله اعلم لحية اودين شو يعني لحية اودين؟ ما كنت افهم شو معنات لحية اودين اتمنى انكم تكتبوا لي بالتعليقات شو معنات لحية اودين بعد منه بيظهر مين معنا غلاكتوس اللي هو رح ياكل جزيرة فورتنايت اللي رح ياكل فورتنايت بشكل طبيعي وبيحاول بقى ثور اللي هو انه طبعا لحقاته ما حيقدر يحققته دغري بيبعت دغري على الماسنجر الغراب طبعا مثل عنده انه مثل عندنا ماسنجر بعد ما يبعت دغري الغراب بيروح دغري على المدينة تبعه بيروح بينادي لمين لليدي سيف اللي هي هي الشخصية اللي هتكون معنا بالسيزون الجديد طبعا بيجيبها ومشان تحارب معه تفزع له مشان غلاكتوس بس هي الكوميكس بوك الجزء الرابع ما في اي شيء حاليا يعني تلميحاته بسيطه جدا اللي هي اللي حيكون معنا سكن سيف ليدي اللي هو قادم معنا على جزيره فورتنايت من مدينه ازاغورت معناته قادم معنا على جزيره فورتنايت هذا السكن قادم معنا ان شاء الله يا شباب هو وسكن ثور وايرون مان وهالك هدول الشيء قادمين معنا ممكن الشركه تغير اي شيء بالوقت الاخير ولكن انا اللي علي بحكيكم انه هي الشغلات اللي قادمه معنا او الشغلات اللي هي تلميحات يعني تقريبا بنسبه 80% قادمه معنا شركه فورتنايت ممكن تلغي اي شيء هيك نحن بنكون حكينا عن الجزء الرابع للكوميكس بوك وحكينا عن بعض الاشياء اللي قادمه معنا في فورتنايت طبعا لا تنسى تشيك على الكوميكس بوك القديم اللي انا عندي بالقناه بتلاقيه ظهر لك على اليمين او على الشمال افتح علامه الاستفهام او التعجب يعني بتلاقي الكوميكس بوك القديمه شوف القصه من بدايتها لانه لو احنا حاليا رح نبلش قصه فورتنايت لهذا الشابتر كل ما انا رح تحلى اكثر واكثر مثل ايام فيزيتور وتبلشت معنا بالسيزون 4 واجا من الفضاء وبلشت المهمات السريه والاشياء الثانيه اللي هي عن فيزيتور كل شوي يطلع فيزيتور من مكان ويعمل مختبر والقصص هي بلش الموضوع يحلى اكثر واكثر بالنسبه لقصه فورتنايت شكرا لكم اذا كملت المقطع الاخر كود دعم بالاتم شو بنموت سالي ظاهر امامكم وبرعايه الله